ولنقاش ملف زيادة الإنفاق العسكري لدول أوروبا بشكل غير مسبوق كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا، ينضم إلينا عبر سكايب المحلل العسكري والسياسي السيد طارق حاج بكري. مرحبا بك معنا سيد طارق. تحية لكم من نصر الثورة السورية. حياكم الله. لعلك استمعت إلى ما قاله معهد ستوكهولم الدولي إنه لأبحاث السلام بطبيعة الحال عن كشفه ارتفاع الإنفاق العسكري الأوروبي خلال 2022 بزيادة بلغت 13% عن مرحلة الحرب الباردة. كيف تفسر ذلك؟ نعم، ونحن نلاحظ خلال الفترة الماضية بأن جموح بوتين الرئيس الروسي وميله إلى الاستفراد بالحكم في روسيا وطموحاته باستعادة هيمنة الاتحاد السوفيتي سابقا، تحويل هذه الهيمنة إلى روسيا أدت إلى مخاطر في أوروبا. وإذا علمنا خلال الفترة الماضية بأن أوروبا قد استكانت إلى السلام بأنها أو حلف شمال الأطلسي قد أصبح القوة الأولى في العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستسلمت إلى هذه الغطرسة، غطرسة الشعور بالقوة، وبالتالي فهي قد أهملت خلال الفترة الماضية تطوير أسلحتها وتطوير عتادها وتكوين الذخائر الاحتياطية الكافية في حال شن حرب. وهذا ما حصل الآن، مع قد شنت روسيا حربا على أوكرانيا وأصبحت هذه أوروبا بكاملها، وبالتالي فإن روسيا قد شعرت عفوا بأن دول حلف شمال الأطلسي أو دول أوروبا تحديدا، وهي صاحبة التهديد المباشر من قبل روسيا، قد شعرت بأنها قد أصبحت مستهدفة وبأنها بحاجة إلى تطوير عتادها سواء كان من ناحية التكنولوجية أو العددية، ومن أجل الوقوف في وجه طموحات بوتين والتمدد الروسي والرغبة الروسية باستعادة الدور الريادي على مستوى العالم. وبالتالي فإن هذه الطبيعية بأن هذه الزيادة هي طبيعية وليست بالحجم الكبير بالنسبة إلى أوروبا، وإنما قد تساعد على إعادة التوازن ما بين أوروبا وروسيا فيما إذا استبعدنا الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن روسيا الآن تحاول استعادة هذا الدور عبر التمدد باتجاه الشرق، باتجاه التعاون مع الصين ومع الهند، بالإضافة إلى تعاونها مع كوريا وتحالفها الوثيق في الفترة الأخيرة وتعاونها مع إيران. نعم. وخصوصا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها بالطائرات المسيرة من قبل إيران، وبالتالي فإنها أصبحت خطرا حقيقيا على أوروبا، وهذه الزيادة ضرورية وربما تحتاج أوروبا إلى زيادة. هذه الزيادة الضرورية لها آثار لا شك وتداعيات، لأنها تمثل إنفاقا كبيرا، يعني هو وصل إلى 44 مليار دولار، ولا سيما أنه سيترك أثرا على الاقتصاد الأوروبي. سيد طارق، ما الآثار المتوقعة؟ هذه الزيادة أولا سوف تترك أثر إيجابي وأثر سلبي. من ناحية إيجابية سوف تعيد إلى أوروبا قوتها العسكري، جزء من قوتها، وهذه غير كافية أصلا، سوف تعيد إلى أوروبا جزء من قوتها العسكرية للوقوف في محاولة التمدد الروسية باتجاه الغرب. هذه من ناحية، ومن ناحية سياسية أيضا سوف يكون لها دور إيجابي بتقويض الدور السياسي الأوروبي عبر تساعدها مع الدول المهددة بالأصل من قبل روسيا كأوكرانيا ودول شرق أوروبا التي أصبحت الآن في وجه المدفع الروسي، فتستطيع بمساعدته تستطيع استعادة الدور السياسي، ولكن هناك انعكاسات اقتصادية أيضا بالتأكيد سوف تكون على المواطن الأوروبي، ربما بانخفاض مستوى الدخل من ناحية أو انخفاض مستوى المعيشة من ناحية أخرى، وقلة وصول المواد التي كانت تعتمد على استيرادها من الشرق خصوصا من روسيا وأوكرانيا كالقمح والغاز، وقد تعاني إلى فترة من الزمن، ولكن هذه الفترة لن تطول، وهي هذه الفترة حتى إيجاد البديل. وهذه الزيادة ضرورية من أجل تكوين احتياطي سواء كان عسكري من العتاد والسلاح سواء كان بالكم أو النوع، أو أيضا من أجل تخزين المواد التموينية الضرورية من أجل الإمداد أو التموين العسكري في حال تم مثل هذا الأمر في أوروبا، فهي تحتاج إلى هذا الأمر، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على المواطن، ولكن ليس لفترة طويلة، وخصوصا إذا علمنا بأن أوروبا تمتلك احتياطي كبير من النقد وتمتلك إنتاجات هائلة من التكنولوجيا ومن الآلات التي تصدرها إلى دول العالم، ولديها بدائل أخرى سواء كانت هذه البدائل من كندا أو من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القمح
وما غيره أو النفط والغاز من الشرق الأوسط، فهي نعم تحتاج إلى فترة من الزمن إلى هذا التعويض، وبالتالي قد تعاني لفترة من الزمن ولكنها ليست طويلة. تمام. من ناحية أخرى هناك تخوف من إدارة بايدن كما أشارت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، التخوف مرده من ردود الفعل الأوروبية إذا فشل الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة بعض المناطق الأوكرانية. كيف يمكن أن يؤثر هذا التخوف وهذا الفشل من عدمه لا أحد يعرف حتى الآن على العلاقات الأمريكية الأوروبية؟ بصراحة أنا من خلال المراقبة أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أوصلت الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة لا غالب ولا مغلوب، وهي لا تريد أن نصل لا لروسيا ولا لأوكرانيا، لأنها بالنهاية هي من تريد أن تقول كلمتها الفصل، وبالتالي فإن احتمال عدم نجاح الهجوم المضاد الأوكراني هو وارد، وأمريكا تضعه في هذا الحسبان، وخصوصا بأنها لم تزود أوكرانيا بالعتاد الكافي سواء كان من الصواريخ الدقيقة القادرة على تدمير الأهداف الأرضية أو من مضادات الطائرات المتطورة، الصواريخ المضادة للطائرات المتطورة بأعداد كافية. هي زودت ولكن بأعداد ليست كافية، نعم وتركت هذا العبء على أوروبا بكاملها، وبالتالي فإن هذا الفشل سوف يؤدي إلى خيبة الأمل الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا من ناحية. ومن ناحية إنسانية، عندما تقول أمريكا كلمتها الفصل وهي من تملك الحسم في هذا الأمر عند التزويد الكامل بالمعدات الضرورية، وهي من ستقوم بهذا، لأن أوروبا لا تمتلك هذه المعدات بما يكفي لنصر للنصر على روسيا، فإن القول الفصل سوف يكون لأمريكا، وبالتالي فإن نعم أمريكا سوف تعيد أوروبا إلى تمام. هيمنتها في شركة عسكرية وسياسية. عبر سكايب من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي السيد طارق حاج بكري، شكرا جزيلا لك.